مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من مؤشر النيل. بنحاول فيه نعمل زوم إن ونخترق عالم المقصورة في البورصة المصرية وكواليس ما يدور داخل المقصورة، وكيف يؤثر أو كيف تؤثر السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية على المقصورة أو على البورصة، وأيضا العكس. أيضا سنلقي الضوء على الأزمة المستمرة لأزمة الضرائب الرأسمالية على البورصة والخسائر المتكررة مقارنة بالبورصات في دول الخليج المتصاعدة والتي تقوم بفرض كثير أو اتخاذ الكثير من الإجراءات لصالح بورصتها. خلينا نتعرف بشكل سريع في بداية جلسات اليوم اللي أغلق على تراجع جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 فقد 1.12% مسجلا 8633.86 نقطة. التراجعات شملت مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي خسر 0.46% من قيمته ليسجل 488.78 نقطة. تراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.51% من قيمته مسجلا 984.22 نقطة. انخفض كذلك مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.25% مسجلا 9146.17 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. كان قطاع الخدمات المالية هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 27.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 20.76%، جاء بعد ذلك قطاع العقارات ثالثا بنسبة 16.97%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 10.53%. فئات المتعاملين داخل السوق هنلاقي فيها اتجاه المستثمرين المصريين للبيع باستحواذهم على نسبة بلغت 96.76% من إجمالية التعاملات، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 1.41% وبدأ باتجاههم للشراء، كما اتجه الأجانب للشراء أيضا واستحوذوا على 1.82% من التعاملات. ويأتي هذا في الوقت الذي استحوذ فيه الأفراد على نسبة 14.22% واتجاههم البيعي، في حين حادت المؤسسات على 85.77% باتجاههم على العكس نحو الشراء. رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسر نحو 3.5 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 503.7 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 205 ملايين جنيه فقط، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في 2015. وبلغت تعاملات سوق السندات 945 مليون جنيه و35 مليون جنيه، دي تعاملات سوق نقل الملكية. متعودين دايما في مؤشر النيل بنتابع تقرير بنتحول فيه أو بندقق فيه أكثر زي ما قلنا، وبنقرب فيه للمقصورة وكواليسها. بعده بنبدأ بالتحليل والتعقيب مع اليوم بيشرفنا الأستاذ وائل عنبة الخبير الأسواق. الأستاذ وائل مساء الخير. مساء النور، أهلا بك، بنرحب بحضرتك معنا. شكرا لك. هنعرف إيه اللي بيحصل، إيه الأسباب، ويعني من السبب ومن المستفيد، هل هو مقصود ولا لا، لكن بعد التقرير اللي جاي خلينا نتابع. وسط عمليات بيع ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية صاحبها شح في السيولة وتراجع ملحوظ في إحجام التداول، عودت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع في ظل غياب المحفزات والأنباء الإيجابية الجديدة واستمرار أزمة الضرائب وتحويلات الأجانب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3.5 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى مستوى 503.7 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 205 مليون جنيه فقط، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في 2015.
في كل الأحوال أيا كان اتجاه الشراء والبيع فهو حجم التداول بيعتبر قليل جدا لا يتجاوز ال 200 مليون. حجم التداول المفروض ان هو يكون أعلى من كده. كمان مؤشر 30 بيكسر نقاط تعتبر نقاط حرجة في الفترة في الوقت ده. شايفين ان الأسباب في وراء الانخفاض السيولة وراء النزول ده هو عدم وجود أي محفز في البورصة المصرية في الفترة الحالية. مؤشر البورصة المصرية الرئيسي GX30 تراجع بنسبة بلغت 1.12% مسجلا 8633.86 نقطة. كما تراجع مؤشر GX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 46%، وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر GX100 الأوسع نطاقا ليتراجع بنسبة بلغت 51%. على الرغم من في اتفاق ما بين البنك الدولي وصندوق النقد العربي لتطوير البورصات العربية وبورصات شمال أفريقيا، إلا أن هذا الخبر لم يأتي بثمر الإيجابي على أداء البورصة المصرية في افتتاح جلسة التداول بالنسبة ليوم الأحد. ففي انخفاض لكافة المؤشرات، مؤشر رئيسي عمل انخفاض أكثر من 1%. بيرجع هذا الانخفاض لأن المستثمرين برضو موضوع الضريبة مؤثر عليهم تأثير سلبي. إحنا من بداية التداول النهاردة في تعاملاتنا في جلسة يوم الاحد بدايه تداول الاسبوع كان عندنا طبعا هو فوليوم التداول بتاعنا مش قوي، احنا قافلين التداول بتاعنا 228 مليون، ده حجم التداول بتاعنا. كان طبعا عندنا توقعات ان ممكن السوق يبقى فيه تذبذب في الاي جي اكس 30، كان طبعا فيه تذبذب واضح النهارده في بدايه التداولات وفي نزول قوي، ابتدى من بدايه التداولات نزول طفيف. وسطاء بالسوق اكدوا ان ازمه الضرائب المصريه تتواصل في ظل استمرار عمليات البيع من جانب الصناديق والمؤسسات وعدم حل ازمه قانون الضرائب الارباح الرياليه مع ازدواجيه ضريبه ارباح التوزيعات النقديه. من مقر البورصه المصريه، اندرو كامل، النيل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير. استمرار أزمة البورصة، استمرار الهبوط اللي بنتكلم عنه من وقت المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، واستمرار أزمة اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية. بنتحول بكل الأسئلة دي لضيفنا اليوم أستاذ وائل عنب الخبير الأسواق المالية. أستاذ وائل، برحب بحضرتك مرة تانية. وعلامات استفهام كبيرة بنناقش الموضوع بقالنا فترة، هل هو مقصود ولا لا؟ لو مش مقصود طب ليه ما فيش حل؟ واين يكمن الحل؟ ولماذا يتاخر الحل؟ يعني اسئله كتير قوي. احنا نقدر ندي عنوان رئيسي لحلقه النهارده، في حاجه غلط. اذا كانت مؤشرات البورصه هي مرآه للاقتصاد فلا يستقيم الرؤيه الايجابيه للاقتصاد والتوقعات المتفائله اللي عندنا جميعا بما فينا حتى الجهات الخارجيه، صندوق النقد الدولي والشركات التصنيف الائتماني لمصر، لا تستقيم هذه الرؤية نهائي مع هذا الأداء الضعيف والباهت في البورصة المصرية. لأن احنا قلنا وكل العالم بيقول أن البورصات هي مرآة للاقتصاد، بل بالعكس هي مرآة للتوقعات المستقبلية للاقتصاد. فإذا لو التوقعات المستقبلية إيجابية لابد أن ينعكس على البورصة، فلذلك احنا بنقول في حاجه غلط. زي ما حضرتك بتقول يعني الدول والادارات بتهتم بدايه بالبورصه لانها مرآه للاقتصاد الكلي بشكل كبير، ولكن احنا الحقيقه عندنا يعني السياسه الاقتصاديه للاداره الحاليه يعني بيثنى عليها من كل المؤسسات الماليه العالميه، بدايه من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وما الى ذلك، وحتى مؤسسات التصنيف الائتماني. والدليل ان احنا ارتفع تصنيفنا الائتماني باكثر من مره. ولكن على العكس بنلاقي زي ما حضرتك بتقول سياسات البورصة كأنها في جزر منعزلة عن الاقتصاد وما يحدث فيه. هو واضح أن البورصة ليست في بؤرة اهتمام الحكومة زي ما حضرتك بتقولي. على فكرة رؤساء الدول الكبرى بينتفضوا منزعجين لما حاجتين ينهاروا، العملة والبورصة. الحاجتين دول بتخلي رئيس الدولة ما ينامش، لو العملة بتاعت الدولة انهارت أو لو البورصة انهارت يبقى أكيد في مؤشر لشيء خطير أو في حاجة غلط. فلذلك البورصة واضح أنها مش في بؤرة اهتمام الدولة. البورصة بتنهار بقالنا فترة، احنا بنطالب ببعض الإجراءات بقالنا فترة، ولكن
لا حياة لمن تنادي، ما فيش حد بيستجيب. طب وأين رئاسة البورصة؟ أين الهيئة يعني المالية ويعني هيئة سوق المال؟ وفين البورصة؟ يعني هم المفروض هم اللي يبدأوا يعني يعملوا عملية تنسيق لحل هذه المشكلة، خاصة مشكلة الضرائب اللي احنا بنتكلم فيها بقالها فترة. جدواها الاقتصادية لم تتحقق منها حتى الآن، صح. مع حسابات جدوى تحصيل الضريبة عمره ما هيتواكب أو يعني يتساوى مع كل الخسائر دي. إدارة البورصة يمكن تنبهت مؤخرا، احنا إدارة البورصة السنة اللي فاتت كانت مع فرض الضريبة، مؤخرا تنبهت ان فرض الضريبة ده هيضر السوق. السوق اصبح ما فيهوش سيوله، التداولات لا تتجاوز ال 200 300 مليون جنيه يوميا، مفيش قوه شرائيه، وده مشكله. وده مشكله. ارتفاع وانخفاض المؤشرات ده شيء طبيعي، ممكن يحدث دورات صعود ودورات هبوط، ولكن الغير طبيعي انخفاض قيم واحجام التعامل، ده اللي بينذر بالكارثه. فلذلك احنا هنا نقول ايه؟ طب الحكومه في موقف زي ده تعمل ايه؟ احنا لابد ان نعيد الثقه، الثقه اعاده الثقه يعني فلوس، انك انت ترجعي الثقه للمتعاملين هيتولد عنها الثقه للمتعاملين كالآتي. في البورصه كالآتي ان الحكومه تبدا بانشاء صندوق مغلق مدته 3 سنوات على الأقل، صندوق عملاق ب3 مليار أو ب2 مليار يتم مساهمة البنوك فيه وشركات التأمين والشركات القبضة، ويتم دخوله إلى البورصة كمستثمر كمشتري. هنستفيد أكتر من عنصر، العنصر الأول نفس هذا الصندوق هيستفيد، الأسعار خلال 3 سنوات القادمة بالطبق للرؤية الإيجابية للاقتصاد المصري بنتوقع تضاعف هذه الأسعار، فبالتالي هيحقق أرباح. النقطة الثانية أنه هيولد الثقة، هيدي رسالة إيجابية للعالم كله، يبقى دي أول نقطة. النقطة الثانية لابد من إعادة النظر مرة أخرى في قانون الضرائب المفروض على البورصة. حضرتك الدولة ما فرضتش قانون واحد ضريبة واحدة، ده فرضت ضريبتين على البورصة، ضريبة أرباح رأسمالية، ضريبة توزيعات. ما فيش كده في العالم، 10% و10%. الأسواق المجاورة والمثيلة بتسعى إلى جذب الصناديق الأجنبية إليها. شفنا بورصة السعودية والكويت والإمارات كلهم عملت إيه علشان تدخل مزيد من الأجانب ليها، وبتزيل كل العقبات لدخول الصناديق الأجنبية. طب احنا فين من الكلام ده؟ مع العلم أن الصناديق الأجنبية تعتبر مدخل مهم جدا من مداخل الدولار إلى البلد، إن هي بتخش بالدولار بتاعها بتحوله إلى جنيه مصري وتبدأ تشتري في البورصة، فلذلك بيبقى مدخل مهم للاحتياطي النقدي اللي احنا في الوقت الحالي بنقول الاحتياطي النقدي كان على المحك وجالنا ودايع، الودايع دي هتيجي وقت من الأوقات هنردها بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين، لابد من دلوقتي نجهز نفسنا، فنبدأ نشوف إيه مدخل من مداخل الدولار وأبدأ أنشطه، وعلى رأسه تيجي أسواق المال، لو بدأ يخش لك الصناديق الأجنبية والعربية مرة أخرى فلازم أشجعها، لازم أديها حافز، يبقى لازم تستخدم السياسة الضريبية كإعطاء حافز. على فكرة أي سياسة ضريبية في العالم بيبقى لها عدة أهداف، الهدف الأول تحقيق العدالة الاجتماعية، إن هي تاخد من الغني تدي الفقير. في قانون الضرائب على البورصة لم يتحقق هذا الهدف، لأن في السوق أفراد صغار متعاملين بيعوضوا خسائر سنوات سابقة. النقطة الثانية إن من أهداف السياسة الضريبية تشجيع الاستثمار، هنا فرض الضريبة هد الاستثمار في البورصة ما شجعوش. الحاجة الثالثة تمويل الخزانة العامة، الخزانة العامة لم تستفيد من هذه الضريبة، توقعات وزير المالية أنه يحصل 10 مليار جنيه، الحصيلة حضرتك 0.5 مليار، يعني 5% من توقعاته، يعني ما فيش تمويل خالص للخزانة العامة. طب الموازنة الجاية بتاعة 2015-2016 هيتوقع كام؟ إذا كان الموازنة اللي فاتت توقع 10 جاله 0.5، الموازنة الجاية هيتوقع كام؟ في ظل الأداء الباهت ده أنا بقول الحصيلة هتكون 0. من كلام حضرتك بس انا يعني مش عاوزه اخد انا الراي، حضرتك مع المعسكر المعارض مش كده؟ المعارض لفرض الضريبه للصالح العام، للصالح العام. طيب. هل هناك يعني من وجهه نظرك سبيل من التراجع امام اذا كان وزاره الماليه او اللي فرضت يعني الضريبه دلوقتي؟ جميل، هنذكر القياده السياسيه والحكومه بواقعتين شهيرتين. الرئيس أنور السادات، لا الرئيس أنور السادات سنة 77 بعد ما صدر قرار بتخفيض الدعم وحصل توتر في الشارع السياسي المصري لغى القرار على طول بعدها بأسبوع، فإذا العدول عن قرار كان رد الفعل سلبي عليه ده حاجة سهلة جدا طالما القرار غلط، ولكن الاستمرار فيه هو اللي مش صح.
فهنا بننادي القيادة السياسية، بننادي الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قانون الضرائب المفروض على البورصة. الحاجة الثانية، نذكر الحكومة نفسها في عام 2008 صدرت قرارات مايو الشهيرة في 2008، والحكومة تراجعت عنها في نوفمبر 2008 لما اكتشفت أنها خطأ. فإذا الرجوع على الخطأ ده إيجابي والاستمرار فيه سلبي. فلذلك أنا بقول سهل جدا أن يتم الرجوع على الخطأ أو تأجيل تطبيقه 3 سنين على ما السوق يتعافى عشان أبدأ ألاقي منه حصيلة. السوق بيموت، فهجيب منه حصيلة إزاي؟ لو أنا أجلت تطبيقها 3 سنين أو 4 سنين، خلاص صدر القانون، صدر اللائحة التنفيذية، نأجل التطبيق لغاية ما السوق يتعافى. إحنا محتاجين في 3 سنين قادمة بورصة نشطة تقدر تغطي لي الاكتتابات اللي الحكومة هتطرحها، المشروعات العملاقة اللي جاية. الحكومة عندها عجز موازنة، مش هتقدر تمول. السبيل الوحيد للتمويل الرخيص بدون فايدة هي البورصة. التمويل الآخر بفايدة، تمويل قناة السويس شهادات استثمار ب 12% فايدة، في حين أن البورصة بتمول بدون فايدة. ده اكتتابات مساهمة، حصل ربح بناخد عائد، ما حصلش ربح ما بناخدش عائد، في حين أن وسائل التمويل الأخرى كلها مكلفة. فلابد من إعادة النظر، وأنا برجو القيادة السياسية في البلاد بإعادة النظر وأفكره. سعادة الرئيس أنت قلت أن إحنا نور عينيك، فياريت يعني تدافع عن نور عينيك. طيب لو اتكلمنا عن كتير من الخبراء كانوا وزي حضرتك في يعني حيثيات رفضهم لهذه الضريبة، مقارنات بكل البورصات في المنطقة العربية والخليجية والبورصات العالمية. ولكن يعني دلوقتي طبعا احنا كنا نتكلم عن المحفزات اللي بتقوم بيها البورصات الخليجية وأيضا العالمية، هل برأيك ما فيش دلوقتي أي شيء جاذب في البورصة المصرية لأي من المستثمرين؟ يعني إيه اللي هيخلي المستثمر دلوقتي يجي أنه فتح شهية زي ما احنا بنتكلم بلغة البورصة أنه يستثمر فيها؟ رخص الأسعار يعتبر عنصر جذب، ولكن في حاجتين هي اللي مخليها المستثمر مش قادر يدخل. الضريبة 10 و10، يعني 10 على التوزيعات و10 على الأرباح. الحاجة التانية الدولار، الإجراءات الاحترازية اللي واخدها البنك المركزي مكتفة الصناديق الأجنبية أن هي تخش أو الصناديق العربية. فلذلك برضو دي لابد من إعادة النظر من قبل محافظ البنك المركزي في الإجراءات الاحترازية فيما يخص سوق المال وفيما يخص السياحة وسوق المال والمستوردين. محافظ البنك المركزي نجح في القضاء على السوق السوداء للدولار بالإجراءات الاحترازية، ولكنه في السكة أضع السوق البيضاء، يعني أضع الاثنين، السوق السوداء والسوق البيضاء، اللي هي الإجراءات الاحترازية دي بدأت تخلي مفيش دخول للدولار، وفي نفس الوقت المستوردين مش قادرين يغطوا الاعتمادات، فهتبدأ الأسعار تغلى، فهيبدأ يحصل تضخم. فلذلك لابد هنا من إعادة النظر أيضا في الإجراءات دي، خصوصا أنه جاله 6 مليار دولار الأسبوع اللي فات يقدر يدافع بيهم عن الجنيه المصري لو هو حب يدافع في أي لحظة، أنه عنده حصيلة 6 مليار. فلابد من إعادة النظر عشان الحالة الاقتصادية تمشي. على فكرة خطوات السيد الرئيس سريعة جدا يعني لا يواكبها خطوات سريعة من الحكومة. فلذلك أنا هنا هقدر أقول السيسي وحده لا يكفي، لابد ان الحكومه والاداره كلها تعمل. طب سريعا عندنا سؤالين لحضرتك. البنك المركزي قرر الخميس الابقاء على سعر عائدي الايداع والاقراض ليله واحده دون تغيير عند 8.75 و9.75 على التوالي، لماذا واهميه هذا القرار؟ سريعا عشان نعرف التوقعات حضرتك. سريعا تخفيض او رفع او تثبيت سعر الفائده بيبص لثلاث عناصر: سعر العمله الجنيه قصاد الدولار، معدل النمو المستهدف، التضخم. البنك المركزي كان خفض قبل كده، فلذلك المرة دي خاف من ارتفاع التضخم، فخاف انه يخفض سعر الفايدة مرة اخرى، فثبت سعر الفايدة عشان معدلات التضخم في طريقها للزيادة، فبيحاربها في الوقت الحالي. وبرضه احنا بنقول من ضمن محاربة معدلات التضخم بداية توفير الدولار للمستوردين عشان البضاعة تبقى موجودة في السوق، وبالتالي ما يبقاش في شح في البضاعة ويحصل غلاء في الأسعار ويحصل تضخم، فكلها سلسلة مرتبطة ببعض. سؤالي اللي جاي وبتمنى تطمني، إذا لم يتم حل وحسم مشكلة الضرائب أو ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال هذا الأسبوع، توقعاتك هل ستستمر البورصة في الهبوط ومؤشراتها ولا إيه؟ استمرار الأداء الباهت الضعيف اللي بيميل للهبوط. احنا بقالنا فيه تقريبا في هذا الأداء بقالنا أكتر من
ثلاث شهور يعني ممكن نقول من بداية العام. يعني من وجهة نظرك هيستمر؟ هيستمر الأداء الباهت ولكن ما فيش محفزات للصعود. احنا ممكن نثبت في المنطقة دي كمنطقة عرضية تجميعية للصناديق اللي عايزة تكون مراكز طويلة الأجل، ولكن احنا محتاجين في الوقت الحالي تنشيط بأسرع ما يمكن، محتاجين قبلة الحياة للبورصة سواء إلغاء الضرائب أو توفير الدولار للصناديق الأجنبية. بشكر حضرتك جدا استاذ وائل اعلام الخبير باسواق المال، وبنتمنى يعني بنتمنى من القائمين على هذا القرار الجلوس زي ما قلنا قبل كده على مائده التفاوض للتنسيق والخروج من هذه الازمه لصالح الاقتصاد المصري في البدايه والبورصه المصريه فيما بعد. واشكركم مشاهدينا، تحياتي.